تعقد هيئة جودة التعليم والتدريب مؤتمرها الرابع عبر الاتصال المرئي بعنوان مستقبل جودة التعليم والتدريب بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي ويشارك في المؤتمر الإلكتروني الذي ستتواصل جلساته يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من مارس الجاري عدد كبير من المتخصصين والأكاديميين والشركاء الاستراتيجيين والمعنيين بجودة التعليم والتدريب من مختلف دول العالم ومن الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وكذلك من المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب في مملكه البحرين